وين؟ هذا ليه مش دير المونيتور؟ قديه بعد فيه دقيقتين؟ أردوغان في حالة هستيريا في كل لحظة، دائما يطمح ويطلع في الأراضي السورية وثروات السورية. منظمة الصحة العالمية لديها قلق عظيم، هو أن الفيروس قد ينتشر إلى البلدان ذات النظم الصحية الضعيفة. سنشهد بالتأكيد على تداعيات اقتصادية كبرى بالنسبة إلى البلدان الفردية، وحكومات ستكون مدعوة لإنفاق مزيد من المال لمساعدة المواطنين غير قادرين من الذهاب إلى العمل. بلا عرفت مين بس بعد الخبرية، ما حدا تضحك بس أنا. هندسة المستشفى وطريقة إذا بدك تقسيمها كثير هو يلي بيغير. في أنواع وظائف أخرى لا، برأيي أنا الشخصي أنه بحاجة للإنترفيو المباشر. نعطس أو نسعل بهي الطريقة غلط، لازم نستعمل إيدنا لنعطس. أي شيء معلومة مغلوطة أو خاطئة بيعملوا حذر كامل للشخص اللي بثها. شو أكتر شيء حسيتي هيك صعب وثقيل يعني؟ ماشي؟ ماشي أبدا؟ شو موضوع؟ سنجي كأنكم عم بتسجلوا لي. السادس عشر من أذار مارس 2020، أسبوع جديد وحلقة جديدة من المشهدية. وفي مشاهدها الليلة: كورونا يقفل دول العالم، انخفاض نسبة التلوث في الجو نتيجة الحجر الصحي، هل هو فيروس يقظة للعالم؟ البحث العلمي جدير بإنفاق الأموال أكثر من الأسلحة والتجارب النووية، ما بعد كورونا غير ما قبله؟ مع تسارع التجارب الصينية لإنتاج لقاح لكورونا، سياتل الأمريكية تجرب اختبارات سريرية، وشركة أدوية ألمانية ترفض عرض ترامب لاحتكار اللقاح. كيف يستغل الرئيس الأمريكي كورونا في معركته الداخلية؟ الشرفات تصبح مسرحا للإيطاليين، فنانون موسيقيون يعزفون من داخل حجرهم الصحي لرفع المعنويات. الليلة في المشهدية عازف بوق إيطالي وصحفي سوري في روما يشاركاننا تجربة العزل الإيطالية. هل تستطيع دول العالم الاستفادة من تجارب التكنولوجيا الصينية لمحاربة كورونا؟ كيف يمكن نسخ تقنية الداتا الصينية وتعميمها؟ الأرض تنتقم، هذا ما يظنه بعض العلماء. تعالوا ننظر إلى زاوية أخرى أو من زاوية أخرى إلى كورونا. فيروس أقعد العالم برمته في الحجر الصحي، إغلاق مؤسسات، منع تجوال، إلغاء رحلات، إقفال حدود، بلاد كبرى أصبحت مغلقة على ذاتها، مصانع توقفت عن العمل، شعوب في المنازل تخشى من فيروس صامت خبيث يخترق الأجساد وينتظر أياما ليعلن عن نفسه. كل ذلك أدى إلى انخفاض انبعاثات الغازات السامة، نسب التلوث انحدرت. مثلا المدن الصناعية الصينية انخفض فيها التلوث بنسبة 25% مقارنة مع هذا الوقت من العام الماضي. إنما هناك بعد آخر أيضا، لعل ما قاله بيل جيتس عام 2015 يشرح أكثر كيف أخفق العالم في الاستثمار بالبحث العلمي على حساب التسلح والتجارب النووية. وباء إيبولا أظهر لي أننا غير مستعدين لوباء حقيقي، وباء أكثر قابلية للعدوى من إيبولا وأسرع انتشارا. هذا هو الخطر الأعظم، وهو الشيء الأكثر احتمالا وبقوة لقتل 10 ملايين شخص سنويا. لسنا بحاجة إلى استثمار كل إمكاناتنا في المجال العسكري. أمام تلك المشهدية نحن الليلة سنطرح أسئلة ثلاثة: أولا، ما سيكون تأثير كورونا في الطبيعة؟ ثانيا، كيف سيواجه العالم حرب الفيروسات؟ ثالثا، هل ما بعد كورونا غير ما قبله؟ نجيب عن هذه الأسئلة مشاهدينا مع ضيف المشهد الساخن لهذه الليلة، دكتور يونس بوأيوب، هو دكتور في علم الاجتماع السياسي، ينضم إلينا من نيويورك. مساء الخير وأهلا بك دكتور بوأيوب. الواقع يعني كورونا ترك العالم أمام الكثير من الأسئلة الكبيرة
الصعبة، وكأننا نتجه إلى مرحلة تغيرات كبرى فيما بعده. هل أنت ترى بهذا المنظار؟ هل تعتقد أن فعلا مرحلة ما بعد كورونا ستكون مختلفة تماما عما قبل هذا الفيروس؟ من الواضح طبعا أن العالم الآن يمر بمرحلة خطيرة جدا، ولم تبدأ هذه المرحلة فقط بانتشار فيروس كورونا. هذه المشاكل بدأت بالأزمة المالية في 2008، وقبلها كانت ظواهر أخرى. لكن ما أخشاه هو أن العالم عادة ينتفض وينتبه عندما تحصل أزمات، سواء مالية اقتصادية أو مشاكل اجتماعية وأحيانا حروب، ونقول فيما بعد ذلك أن هذه هي آخر مرة، وأن فيما بعد سيكون العالم أفضل. هذا ما قاله العالم في الحرب العالمية الأولى وما بعد الحرب العالمية الثانية، وما زلنا نشهد المزيد من النزاعات والمشاكل. في رأيي ربما كما يقال عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أن هذا الفيروس على مساوئه فربما سيشكل وقفة ليفهم العالم أن هذه المنظومة السياسية الاقتصادية الاجتماعية التي تدفع بالمصالح الفردية على حساب المصالح الجماعية لا يمكنها أن تدوم، وإن دامت فستخلق عالم من البؤس والمآسي للجميع أو لفئة الكبرى في العالم. دكتور، يعني أن نرى العالم بفارغ بهذا الشكل، شوارعه فارغة، حتى السماء فارغة من الطائرات، هناك خوف يعني يجمع الكرة الأرضية برمتها، هل هذه ظاهرة جديدة في علم الاجتماع أم لا؟ يعني هذا الأمر عاشه العالم في الحروب الأخرى، بس اليوم ربما يعيش حرب مختلفة بأسلوب مختلف. أنتم يعني كخبراء كعلماء كيف تفسرون ما يحدث اليوم على المستوى الاجتماعي؟ طبعا أنا لا أتحدث عن الشق الطبي لأنه ليس من اختصاصي، لكن ما يظهره انتشار فيروس كورونا هو أن منظومة اجتماعية واقتصادية سياسية سواء على الصعيد الدول أو على الصعيد العالمي، خاصة ما بعد انهيار نموذج نقول اشتراكي أو شيوعي، قد أفرزت نموذجا واحدا متسلطا في العالم، وهو النموذج الرأسمالي الذي أصبح أكثر توحشا لأن ليس له أي بديل إلى الآن. وبالتالي نرى أن هناك انحصار لدور الدولة، وأعني هنا بالدولة الحلول العامة للمشاكل العامة، أي ما أعني بالدولة ليس فقط الحكومة، أعني بالدولة الناس كلهم كمجتمع. فلا ننسى أن مثلا مارغريت تاتشر وأيام أيضا رونالد ريغان كانوا يؤمنون بأن ليس هناك مجتمع، أي الفرد هو الأسمى وهو الأولى بأي شيء، وهذا ما نراه إلى غاية الآن. مثال بسيط، أنا أتحدث إليكم من نيويورك الآن، وهناك حملة انتخابية، وهناك هذه الأزمة قد بدأت، وما زال البعض يتحدث على أن نظام الصحة يجب أن يكون مبني على القطاع الخاص، في حين آخرين وهم الأغلبية يطالبون بأن يصبح هذا النظام الصحي يغطي الجميع وأن يكون في إدارة القطاع العام. ولا زال الكثير من المسؤولين مع الأسف على عكس ما يؤمن به المجتمع يدفعون باتجاه مزيد من الخصخصة، مزيد من فكرة السوق كحل لمشاكل البلاد وكمحل لمشاكل العالم. دكتور، في الواقع تطرقت إلى مفاهيم مهمة جدا، أنا أحاول أن أبسط تلك المفاهيم لتكون يعني في متناول الجميع، حتى من ليس متعمقا بما يعني بهذه المفاهيم الاجتماعية والاقتصادية. اليوم يدور الحديث عن أننا فعلا أمام أزمة رأسمالية، تحدثت عن مفهوم الفردية، تحدثت عن أيضا يعني مسألة الوطنية أو الإغلاق، هذا الإغلاق للحدود، يعني نحن أمام فعلا انقلاب في المفاهيم. الرأسمالية الآن تعاني، الفردية أيضا ربما يجب العودة إلى المفهوم الاشتراكي أكثر، كيف ترى تلك المفاهيم ستتغير فيما بعد؟ حسنا، لكي أبرز هذا المفهوم بشكل أوضح للناس، لأن كما قلت فالناس ليسوا مختصون في هذا المجال، سأعطي مثالا.
منذ عشرات السنين والعالم يتحدث عن القضاء على الفقر والحد من الفقر، ونسمع هذا كثيرا في السياسات عند رؤساء العالم عند كل اجتماع للمنظمات الدولية، لكن كما نتحدث عن الفقر فنتعامل معه كما نتعامل مع كورونا فيروس، أي نتعامل مع الأعراض ولا نتعامل مع المرض نفسه، مع أسباب هذا المرض. فعندما نتحدث عن الحد من الفقر والقضاء على الفقر فنحن لا نتحدث عن شيء أهم وهو أسباب هذا الفقر، أي انعدام المساواة، الظلم الاجتماعي، الإقصاء وتوغل الفردانية على حساب المشاكل الاجتماعية. فعوض أن نركز على الأعراض التي قد تكون لها بعض الحلول الآنية فقط لكن لن تحل المشكلة، من المفترض علينا أن نركز على أسباب التي تؤدي إلى تفشي الفقر وإلى تفشي هذه الأمراض، وهذه تركيبات اجتماعية اقتصادية سياسية يجب التوافق حولها والعمل على أساسها. لا يمكن أن يكون هناك حلول فردية لمشاكل جماعية، هذا مستحيل. طيب، لا شك أن كورونا وضع العالم أمام خطر داهم يتعلق بالصحة. هذا الفيروس يعني لا يمكن رؤيته أو التعامل معه، غير أمر غير مرئي وغير مفهوم بعد كيف ينتقل بشكل تام. يعني كل يوم نستمع إلى خبر جديد ربما ينتقل عبر اللمس أو الرذاذ، وهناك من يقول لا أيضا في الهواء. إذن في كثير من الأمور التي ستزداد تعقيداتها. هذا الأمر يدفعنا لكي نستذكر ما قاله كثير من العلماء، يعني بيل غيتس هو طبعا يعني شخص رجل أعمال ومحدث في مجال التكنولوجيا، بس أيضا يجب هنا أن نستذكر الفيزيائي الشهير ستيفن هوكينج وما قاله في هذا الإطار. سنستمع، هو كان قد حذر قبل نحو سنة من رحيله مشاهدينا عام 2018 من خطورة الأوبئة والتغير المناخي على مستقبل البشر، داعيا إلى استعمار كوكب جديد. كيف ذلك؟ نشاهد. من أجل البقاء هناك مخاطر تواجهنا مثل فيروس جديد وتغير المناخ والحرب النووية والذكاء الاصطناعي الذي أصبح أكثر وحشية. يجب أن نستخدم فضولنا وذكاءنا للبحث عن كوكب آخر. يجب أن نفعل ذلك الآن قبل أن تواجه البشرية كارثة لا يمكننا توقعها. يجب أن نفعل شيئا قبل أن نتعرض لهجوم أو كارثة لا يمكننا أن نتجنبها أو نسيطر عليها. رؤية سوداوية بعض الشيء، ليس فقط ستيفن هوكينج من تحدث بها، إنما أيضا هذه الدعوة أطلقها يعني صحفي ومؤلف كتاب كيف سنعيش على المريخ ستيفن بيترانك، يقول أيضا في نفس الإطار أنه ربما على البشرية أن تفكر في بديل، وأن أولادنا بعد 20 عاما قد لا تكون الأرض مكانا مناسبا لهم. استعدوا، سنذهب إلى المريخ. رواد الفضاء وآلاف الأشخاص سيستعمرون المريخ وسيفعلون ذلك قريبا. بعضكم سينفذ مشاريع على المريخ، وأضمن لكم أن أبناءكم سيعيشون هناك يوما ما. لماذا نفعل ذلك؟ نحن وعلى نحو جدي جدا نقف على حافة الهوية بشأن مجرتنا. فمثلا يكفي نيزك واحد لتدمير الأرض وقتلنا جميعا، لذلك ولكي ننجو علينا أن نبحث عن مكان آخر غير كوكب الأرض. في أعوام ماضية قد تكون هذه النظريات ضرب من الخيال أو السوداوية، بس اليوم مع ما نعيشه في زمن كورونا بدأنا نبحث في هذا الأرشيف وفي هذه النظريات، نعيد يعني الاطلاع عليها وتطفو كأن تطفو على سطح الأفكار. ما رأيك بذلك دكتور؟ أنا أفهم ما يقصده هؤلاء، لكن دعينا نأخذ الأمور بشكل نقدي. أنا يبدو لي أن هذه كلمة حق راد بها باطل. فحتى لو افترضنا أن العالم انتقل إلى المريخ، ما دمنا ما نتعامل مع الأمور بنفس الطريقة فسندمر المريخ أيضا بنفس الطريقة التي دمرنا بها الأرض. يجب عوض البحث عن حلول هلامية قد تتحقق في المستقبل أم لا، وربما قد لا تكون حلا، علينا أن نغير من أساليبنا من تصرفاتنا. اليوم العالم يدرك جيدا أنه لو لم يتم اتخاذ قرارات حاسمة اليوم
فخلال العقد المقبل سنعاني من تغير المناخ سيؤدي إلى شح المياه، إلى ظواهر طبيعية غير مسبوقة، إلى المزيد من النزاعات. وإلى غاية الآن نتحدث كثيرا، لكن في نفس الوقت نقوم مثلا في بعض الدول باستكشاف النفط الصخري، وهو يدمر الطبيعة ويدمر مخزون المياه. نتحدث أيضا عن إيجاد حلول للبشرية، وفي نفس الوقت نقوم بالنزاعات القانونية لامتلاك الجرف القاري، وهي المساحات تحت الماء التي تقع حول سواحل الدول لكي يتم استثمارها اقتصاديا في المستقبل. نتحدث مرة أخرى عن النمو الاقتصادي، لكن لم نتحدث عن التنمية البشرية، كيف نساعد الناس لكي يعيشوا بشكل أفضل. المشكلة هي في البشر. إن لم نفهم أننا كلنا في هذا الكوكب لنا نحكمون بمصير واحد، وعلينا أن نتعامل ونبني أنظمة اقتصادية واجتماعية وسياسية تشاركية يتعاون فيها الجميع من أجل الجميع، عوض أن يتفرد بعضنا فقط استغلال هذه الأرض لمصالح الشخصية، فلن نستطيع حل هذه المشاكل. ربما أيضا من الجوانب الأخرى لهذه الأزمة هو في الواقع أمر ملفت، يعني انتشرت مثل هيك جملة على السوشيال ميديا الآن، يعني تناقلها الناشطون حول العالم، هو تقول في هذه الجملة، هي أعتقد لشخص إسباني أو لممرضة إسبانية، تقول بأنه الآن نعيش عصر الفيروسات ونعطي لاعبي كرة القدم الملايين من الدولارات، بينما العلماء في المختبرات يعني يتقاضون ربما يعني مبالغ ضئيلة جدا من اليوروهات، يعني بعض اليوروهات في الشهر. وهنا يبين الفرق في التفكير أو الاختلاف في تفكير العالم. لذلك الآن سوف نستعرض معك لو سمحت كيف العالم تصرف تجاه البحث العلمي، كيف صرف على البحث العلمي مقابل كيف صرف على الأسلحة، كم خصص للموازنات العسكرية وللتسلح كما قال بيل غيتس. سنعرض ذلك الآن بالأرقام مشاهدينا في القصة كاملة. إذن تفيد أحدث الإحصاءات بأن العالم أنفق أكثر من تريليوني دولار على المجالات العسكرية والتسليحية العام الماضي. وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن أكثر الدول إنفاقا في هذا المجال هي الولايات المتحدة بنحو 685 مليار دولار، تلتها الصين في المرتبة الثانية ب 181 مليارا، ثم السعودية ب 78 مليارا و 400 مليون دولار عبر صفقات تسلح ضخمة ولا سيما مع الولايات المتحدة. المرتبة الرابعة احتلتها روسيا ب 61 مليارا و 600 مليون دولار، ثم الهند ب 60 مليارا و 500 مليون. أما المراتب من السادسة إلى العاشرة فتوزعت بين بريطانيا التي أنفقت 54 مليارا و 800 مليون دولار، ثم فرنسا في المرتبة السابعة ب 52 مليارا و 300 مليون، تليها اليابان في المرتبة الثامنة ب 48 مليون و 600 مليون دولار، فألمانيا في المرتبة التاسعة ب 48 مليارا و 500 مليون، وأخيرا كوريا الجنوبية في المرتبة العاشرة ب 39 مليارا و 800 مليون دولار. في المقابل تظهر إحصاءات منظمة اليونسكو أن العالم ينفق نحو 1.8 تريليون سنويا على البحث العلمي. وبحسب الأرقام الصادرة عن المنظمة، فإن الولايات المتحدة هي الأكثر إنفاقا على هذا الصعيد، حيث تتصدر اللائحة بنحو 476 مليار دولار. المرتبة الثانية تحتلها الصين بنحو 372 مليارا، ثم اليابان ب 169 مليارا، فألمانيا ب 109 مليارات، تليها كوريا الجنوبية ب 73 مليار دولار. في المرتبة الخامسة خرجت الدول العربية من المرتبة الخامسة الأولى كما شاهدنا سابقا في الإنفاق على التسليح العلمي. إذن التسليح العسكري ليس هناك من دولة دخلت في المراتب العشر الأولى
دولة عربية طبعا. نتابع الآن استعراض دول في المرتبة السادسة، تحتل فرنسا هذه المرتبة ب 60 مليار دولار، تليها الهند ب 48 مليارا، وتحتل بريطانيا المرتبة الثامنة ب 43 مليار دولار، ثم البرازيل ب 42 مليارا، وأخيرا روسيا ب 40 مليار دولار. ولعل أحد أكثر التصريحات تعبيرا عن نظرة الأنظمة للتغير المناخي تمثل بإعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، والتبرير الذي ساقه في هذا الإطار: من أجل الوفاء بالتزامي في حماية أمريكا ومواطنيها، فإن الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة باريس للمناخ وتبدأ مفاوضات جديدة للدخول من جديد في المعاهدة أو في أي معاهدة جديدة تحت شعار أن تكون عادلة للولايات المتحدة وأعمالها وعمالها وشعبها ولدافعي الضرائب الأمريكيين. موقف ترامب ينسجم إلى حد بعيد مع نمط الاستهلاك الجائر لموارد الأرض. آخر تقرير للصندوق العالمي للطبيعة كشف أن البشرية استهلكت كل الموارد الطبيعية التي تتيحها الأرض لعام 2019 قبل 5 أشهر على نهاية العام. وأضاف أن البشرية تستخدم الموارد البيئية بمعدل أسرع من قدرة الأنظمة البيئية على التجدد ب 1.75 مرة. التقرير أضاف أنه إذا استهلك باقي سكان العالم كما يستهلك الأمريكيون فسنحتاج إلى موارد 5 كواكب للأرض. وأوضح أيضا أن الأوروبيين يحتاجون إلى موارد نحو 3 كواكب كالأرض تقريبا لتلبية استهلاكهم. التقرير كشف أن الاتحاد الأوروبي يستهلك نحو 20% من الإمكانات الحيوية للأرض برغم أنه يضم 7% فقط من سكان العالم. هذه كانت أرقام صادمة بعد الشيء. نختم بها القصة كاملة ونعود من جديد إلى ضيفنا دكتور يونس بوأيوب. دكتور، كورونا ستغير الأداء برأيك بعض الشيء؟ نتمنى ذلك، نتمنى أن العالم سيفهم، خاصة قادة العالم سيفهمون أن الوضع الآن أصبح يتزايد خطرا، وأن ربما كورونا فيروس الآن قد يأتي ما بعده ما هو أسوأ، وكما قلنا قبل قليل تغير المناخ وما سيؤدي إليه من مشاكل اقتصادية واجتماعية ونزاعات مسلحة عبر العالم. ونحن ندرك أن هناك أصلا نزاعات قد بدأت في العالم بسبب هذه المشكلة، مثلا صراع دارفور جزء كبير منه هو بسبب التصحر وانعدام المياه. أتمنى فقط أن العالم سيفهم أن الوقت بدأ ينفد وعلينا أن نغير من طبيعة تعاملنا مع الطبيعة وما مع البشر ما بيننا وبين بعض. لكن دكتور عفوا، بس أريد أن أختم معك بسؤال سريع لأن الوقت بدأ ينتهي. تفضل. هناك من يقول، يعني بعض النظريات، طبعا أنا أعرض ما يقال وما يكتب، أن الآن هذه الفيروسات مفيدة إلى حد ما لتقليل سكان العالم، يعني تقليل من نسبة السكان، وربما يعطون نموذج ما تفعله بريطانيا أو السياسة التي ستتبعها بريطانيا بمسألة المناعة، يعني أن يكون هناك مناعة للقطيع بهذا الإطار، تقليل عدد السكان لأنه أصبح العدد كبيرا نسبة للموارد البشرية القليلة. ما رأيك بذلك؟ هذه ليست فكرة جديدة، فكرة العالم البريطاني مالتس الذي تحدث عن ضرورة وأهمية الوباءات، الأوبئة بالأحرى، والأمراض والأزمات والنزاعات في العالم للتقليص من عدد السكان. وهذه نظرية داروينية اجتماعية، أي أن البقاء للأقوى، وبالتالي تستعمل سياسيا واجتماعيا لترسيخ هذه المنظومة التي نحن نتحدث عنها الآن ونستنكرها، وهي أن فقط مجموعة من الميسورين في العالم هم الذين يحق لهم العيش والبقية يمكن التخلص منها سواء عبر النزاعات الأوبئة. هذا أمر خطير وتفكير خطير جدا. شكرا جزيلا لك دكتور يونس بوأيوب، دكتور في علم الاجتماع السياسي، كنت معنا من نيويورك. مشاهدينا، الآن نختم مشهد ساخن ونذهب إلى المشهد السياسي. الدول والشركات كما أصبح معلوما تتسابق لاختراع لقاح لكورونا. الصين تعلن عن تجارب متقدمة في شنغهاي. شركة أمريكية اليوم قالت أنها بدأت بإجراء التجارب السريرية. إنما ما لفت أنظار العالم كيف حاول ترامب استمالة شركة ألمانية لتعطيه اللقاح أولا تحت شعار أمريكا أولا، وهو ما رفضته الشركة.
كيف يستغل إذن ترامب الوباء ومساعي إنتاج لقاح له في معاركه الداخلية؟ هذا ما سنسأله لمدير مكتب الميادين في واشنطن دكتور منذر سليمان. مساء الخير دكتور، أهلا بك. في الواقع قبل أن نبدأ بموضوع ترامب، في موضوع نائب وزير الدفاع إذا لم أكن مخطئة، أو وزير الدفاع الأمريكي ونائبه قد دخلا الحجر الصحي، صحيح؟ ليس مؤكدا، ولكن سرت أخبار مؤخرا حول هذا الأمر، يمكن بعد أن أخرج من الهواء أستطيع أن أؤكد ذلك لكم. طيب، هو مسألة القيادة، يعني قيادة ترامب برمتها يعني تعرضت لكثير من الأقاويل حول موضوع كورونا وإصابتها، إنما ترامب بنفسه ماذا يريد في موضوع اللقاح؟ لماذا يلهث لكي يمتلك هو اللقاح دكتور؟ البعض كان يقول أن ترامب وغيره، يعني البعض منهم ولا نريد أن نشمل، عليهم أن يدخلوا الحجر العقلي وليس الحجر الصحي. يعني من المفارقات أن هذا الرئيس كان يفكر ولا يزال ربما للحظة الأخيرة وحتى الآن بمستقبل وحساباته الانتخابية والسياسية أكثر مما يهتم بما يجري. لذلك في اجتماع خاص لنقل أنه الفريق الذي يتولى مجابهة كورونا كان عرض عليهم، عليكم أن تجدوا لقاحا قبل الانتخابات نوفمبر. يعني كيف يمكن أن يفكر المرء في تلك اللحظات حيث هناك أزمة عالمية وأزمة أمريكية وضعت الولايات المتحدة اضطر إلى وضعها في حالة طوارئ، أنه يفكر بنتائج الانتخابات الأمريكية؟ إذن المشكلة أن هذه العقلية لا تزال سائدة، وقد تكون يعني سيادة هذه العقلية، عقلية التفكير بالمصلحة الذاتية والمصلحة الأمريكية أولا كما ذكرت دائما، أنها هي التي تقود بعض القرارات، بالرغم من أنه حجم هذه المأساة البشرية وتفشيها يفرض على الجميع التصرف بطريقة مختلفة كليا عن الأوضاع الطبيعية، لأن الحياة لم تعد طبيعية. قبل كورونا كانت الحياة شبه طبيعية، والآن لم تعد طبيعية على الإطلاق، وعلى الجميع التأقلم في ذلك. لذلك دكتور، ما حجم الخسارة التي مني بها الآن ترامب؟ لأنه هو يرتكز في يعني ترشحه على الاقتصاد، والآن الاقتصاد الأمريكي يعني بدأ يعاني، خصوصا البورصة الأمريكية. إذا مسألة اللقاح قد يفكر ترامب أنها تنقذه من هذا التراجع الاقتصادي؟ يعتقد أنها تنقذه، ولكن إذا أخذنا المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ورئيس ومديره أنتوني فاوتشي الذي يظهر على التلفزيون وهو ربما الأكثر مصداقية بمن برزوا من الفريق الذي تم إعداده يعني مع بقيادة نائب الرئيس، قال بأن أي لقاح لكي يصبح قابل للتداول وللعامة يحتاج من سنة إلى 18 شهرا، يعني 18 شهر تقديره، لأنه الاختبارات على مثل هذه اللقاحات عادة أو لتطوير هذه اللقاحات تستغرق من 5 سنوات ل 15 سنة في الأحوال العادية. نحن الآن في أحوال استثنائية ربما سيتم هذا العمل، لذلك هذه الرغبة الجامحة لدى ترامب قد لا تحصل، لأنه سيكون هناك حتى الآن هو يتم تعريته من الأسلحة المفترضة والواقعية التي كان يمتلكها معنويا واقتصاديا، وبالتالي الوضع الاقتصادي هو في حالة، يعني أحيانا توصف أمريكا بعض الدول بأنها دول فاشلة وتطلق على العديد من الدول في المنطقة. هل يمكن إطلاق دولة أنها أمريكا دولة فاشلة إذا لا يستطيع رئيس البلاد اللي هو رئيس السلطة التنفيذية أن يتحدث مع رئيسة السلطة التشريعية؟ هم لا يتحدثون مع بعضهم، يعني أرسل مندوبا لها منوتشن أحد وزرائه لكي يبحث في سبل مواجهة حالة الطوارئ وإيجاد الحلول الاقتصادية الضرورية ووضع يعني حلول لكيفية التعامل مع حالة الشلل التام في الولايات المتحدة التي ستحصل. إذن ترامب فعلا لا يزال يفكر بطريقة مختلفة، يعني هل يعقل أن لا نسميها دولة فاشلة، أن تكون
كل المنتجات المتصلة بالأدوية هي في الخارج، ونتيجة الحجر والعزل لأمريكا أصبحت حتى الشركات الأمريكية أكثر من 400 شركة تعنى بالدواء وتعنى بالمشتقات الطبية هي موجودة في الخارج، معظمها في الصين وغير الصين غير قادرة. يضاف إلى ذلك كما ذكرتي أنه حاول استدراج شخص أمريكي موجود في هذه الشركة الألمانية التي تبحث في إمكانية اللقاح ولديها خبرة، حاول أن يجذبه إلى الولايات المتحدة وحاول أن يجذب الشركة. هذا لن يحقق. على الولايات المتحدة وأي دولة في العالم ألا تفكر بنفسها كما الصين تفكر الآن بأن هذه لمصلحة البشرية. أعتقد أن الحزب الكبير الآن في العالم هو حزب الصحة العامة والسلامة العامة والعدالة أيضا، بمعنى أنه أن يكون كل شخص مسؤول وغير مسؤول، نهجه الأساسي وتصرفاته الآن كيف يمكن أن لا يتصرف بروح أنانية كما يتصرف الرئيس ترامب حتى الآن، أن يكون الصحة العامة، والصحة العامة ليس لبلده فقط، والسلامة العامة ليس لبلده فقط، والعدالة على الجميع، بمعنى أن الغذاء والدواء يجب أن يكون متوفرا للعالم. لا يجوز أن يكون مثلا منظمة الصحة العالمية عاجزة عن أن تلعب الدور الأبرز في قيادة كل البشرية. بس دكتور منذر عفوا، يعني في ظل سؤال هذه الكوارث العامة. سؤال أخير، يعني هذا المبدأ مبدأ إنساني طبعا مهم جدا، بس ولا مرة شاهدنا هذا المبدأ أو سمعناه على لسان شخص كترامب، وحتى إذا استمعنا إليها على لسان يعني رئيس أمريكي هم يقولون شيء ويفعلون شيئا آخر، وبالتالي يعني تطبيق هذا المبدأ مع شخص مثل ترامب قد يكون ضربا من المستحيل حتى لو اجتاحت العالم كل فيروسات. يعني هذا ربما هكذا يعني يفكر المراقب. لذا أريد أن أسألك بشكل سريع في الختام، في جدل بالولايات المتحدة، في نقمة على ترامب بهذه النقطة تحديدا، يعني أداؤه مع العالم بشكل عام، أنانيته؟ نعم، هناك أداؤه حتى على مستوى الأمريكي هناك نقمة شديدة، لأن هناك فيروس الأنانية وفيروس الفساد هو ربما يعني لا يظهر بشكل ملموس مثل فيروس يعني كورونا وغيره، ولكن هذه الفيروسات هي التي تهدد كل وطن وتهدد البشرية جمعاء. ترامب خسر معنويا بشكل كبير، لا نستطيع الآن قياس شعبيته وعدم شعبيته، لأنه نحن كل يوم وكل أسبوع تبرز بعض المعلومات. الناخب الأمريكي سيحاسب الجميع في تلك الفترة، وبالتالي المؤشرات تدل على أن ترامب لن ينجو من الحساب. وبالتالي كل حساباته السابقة رغم أنه استطاع تجاوز الكثير من العقبات قد لا يستطيع، ولكن الحكم للمستقبل والحكم لكيفية التعاطي واحتواء كورونا سيكون هو العامل الحاسم في تحديد وجهة أمريكا، مستقبل أمريكا ومستقبل العالم. ولكن أمريكا ستتغير حكما، لن تكون بموقع الذي يهيمن على العالم ويقرر مصير العالم، أو على الأقل الدولة التي تعتقد أنها يمكن تشغيل العالم. يمكن أضيف نقطة بسيطة فقط لو سمحتي، أن هذه الميزانية الضخمة التي تتوفر الولايات المتحدة و 700 قاعدة إلى 1000 قاعدة في العالم، على لو كان هناك رئيس لديه الحد الأدنى من المسؤولية يضع كل هذه المقدرات العسكرية لصالح الشعوب، بمعنى لأنهم قادرين على بناء مستشفيات نقالة وبسرعة، ويتحول من فيلق الحرب إلى فيلق السلام، كما يتوجب أن يتحول كل جيوش العالم الآن إلى فيالق للسلام. شكراً. والصحة العامة والسلام العام. شكرا جزيلا لك دكتور منذر سليمان، مدير مكتب الميادين في واشنطن. مشاهدينا الآن نختم القسم الأول من المشهدية، في القسم الثاني سنتابع أيضا بموضوع كورونا، ولكن طبعا مواضيع كورونا يعني متنوعة للغاية، وسنتحدث عن إيطاليا في القسم الثاني وعن الصين، فكونوا معنا. من جديد أهلا بكم إلى المشهدية، والآن إلى المشهد الثقافي.
من على شرفاتهم بدأ الإيطاليون باستحداث مسارح لحفلات الحجر الصحي. فيديوهات ضجت بها مواقع التواصل خلال اليوم الماضيين لموسيقيين مغنين عازفين طليان أو حتى لأناس عاديين يتخذون من الموسيقى علاجاً لمأساة كورونا التي لامست 25,000 إصابة في إيطاليا. الآن سوف نستقبل معنا الصحفي السوري نعمان طرشة، وهو نعمان يعيش في روما في العاصمة الإيطالية ويعمل هناك. مساء الخير وأهلا بك نعمان. وقبل أن أتوسع معك ونتحدث كيف تمر هذه الأيام عليكم في إيطاليا، ما رأيك أن نتعرف إلى عازف إيطالي اسمه أليسيو فولوني، وهو من منطقة أوسيمو في شمال إيطاليا. تعلمون شمال إيطاليا يعني هناك العدد الأكبر من الإصابات في إيطاليا. أليسيو يعزف كل يوم عند الساعة 6 من شرفته لأبناء قريته. لماذا وكيف؟ نعرف. خلال الحجر الصحي تساعدنا الموسيقى بالتأكيد على البقاء متحدين، بالإضافة إلى التنويه عن أنفسنا والخروج من العزلة المنزلية. عند الساعة 6 من مساء كل يوم يمكن لمن يرغب أن يطل على شرفته أو من نافذته وأن يعزف على آلة ما أو يغني ما يشاء أو ما يتبادر إلى ذهنه أو ببساطة أن يستمع إلى غيره. أنا أعيش في قرية صغيرة في شمال إيطاليا وسكانها جميعهم يعرفون بعضهم بعضا. سمع جيراني موسيقاي وقام أحدهم بالتصفيق، ثم بدأ شخص آخر بالعزف على آلته معي. في الواقع أكدت البيانات أن كثيرين كانوا على خطأ وأن هذا الفيروس ليس بإنفلونزا عادية على الإطلاق. لذلك رسالتي هي الالتزام حرفيا بتوجيهات الوزارة والبقاء في البيوت وتفادي الخروج قدر المستطاع. ينبغي على الجميع البقاء في المنزل لأنه تبين أن حظر التجول ساهم بشكل ملحوظ في الحد من الإصابة بالفيروس. لدي كثير من الأصدقاء اللبنانيين الذين درسوا الطب معي في بريشا. أنا مطلع نوعا ما على الوضع في لبنان. أتمنى أن تحل الأزمة لديكم في أقرب وقت ممكن. ابقوا متحدين وآمل أن لا يكون فيروس كورونا مشكلة جديدة تضاف إلى المشاكل التي تواجهونها. آمل بالفعل أن تخرج إيطاليا من هذه التجربة بقوة وأن تكون قد استخلصت العبرة منها وأن تكون أكثر اتحادا مما كانت عليه قبلا. إذن هذا كان أليسيو فولوني حدثنا للمشهدية من بلدة أوسيمو في شمال إيطاليا. نعمان، يعني أنت تعيش في إيطاليا منذ مدة وربما هذه الأزمة هي أصعب أزمة تمر على إيطاليا وعلى العالم، بس أنه على إيطاليا بشكل أقصى. خبرنا عن وطأة الأزمة فعلا، يعني نحن نعيش في الخارج نقرأ الأرقام نصاب بالهلع والذعر، هل فعلا الوضع مأساوي لديكم في إيطاليا؟ أنتم تشعرون بثقله؟ نتخيل أن الحياة توقفت فجأة. المدن خالية، المدن الشوارع خالية من السكان، الكل في الحجر الصحي، المواطنين موجودون في بيوتهم منعزلين في بيوتهم، فالشوارع فارغة سوى من يذهب لقضاء حاجات ضرورية أو لشراء الأدوية. الوضع صعب طبعا. هي الأزمة الأكبر التي تعيشها أوروبا كلها منذ الحرب العالمية، آخر وباء حدث خلال تلك السنوات. اليوم الحياة توقفت ربما، لكن الإيطاليين، وهنا لماذا الموسيقى هي رمز ربما للحياة،
فالموت هناك رابط بين الموت والصمت، بينما الموسيقى والفن والغناء يجعلنا نشعر أننا أحياء. هذا ما أراد أن يقوله الطالبون من خلال على الشرفات. نعم، من خلال اطلاعك كيف بدأت مبادرة الغناء على الشرفات، عزف الموسيقى، خروج الناس إلى الشرفات لا يستطيعون الخروج إلى الشارع، بس كيف بدأت هذه المبادرة وأصبحت الساعة السادسة هي موعد الغناء في إيطاليا؟ تقريبا بعد أسبوع من الحجر الصحي تم شمل كل البلاد في هذا الحجر الصحي، حيث بدأت في الشمال ثم انتقلت إلى كل المدن، وأنا في العاصمة الإيطالية. هناك شعور مرعب بأن المدينة التي كانت تعيش وتضج بالسياح والمطاعم بدأت بالإغلاق، والبارات والحانات والمحال التجارية فارغة من كل الناس. فتداعى المواطنين ربما بشكل تلقائي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبدء بهذا الطقس، ربما طقس حاولوا فيه طرد أشباح العزلة، ربما الشعور بأنهم موحدون ربما. هناك الكثير من طبعا هناك الكثير من الناس منعزلون ربما من دون عائلاتهم، فبعض العائلات منفصلة تعيش في الشمال وآخرون يسكنون في الجنوب. فهناك مثلا الكثير من الأشخاص الكبار في السن مقيمين لوحدهم، فهذا الطقس ربما جعل هناك نوع من الوحدة بين السكان المدن. الحياة الاجتماعية. طب نعمان، بالنسبة للمقيمين العرب في إيطاليا، أول ما بعرف أنت ليه ما لم تغادر، يعني مع كل هذا الواقع المأساوي اخترت أن تبقى وتعيشوا مع الإيطاليين، وبالتالي أنتم كجالية عربية يعني هل تتعاونون فيما بينكم، في اتصالات فيما بينكم لتخفيف أيضا وطأة ما تمر به الآن إيطاليا؟ هناك اندماج كامل ربما في الجاليات، ليس هناك جالية موحدة. ربما أغلب المواطنين يشعرون بأنهم مندمجون حسب كل مدينة وكل جالية طبعا، لكن هناك شعور بالانتماء ربما لهذا الشعب بكل ما لديه من إيجابيات وسلبيات. فالمواطنين ربما تدافعوا للغناء على الشرفات، لكن هناك الكثير من الأشياء الإيجابية التي قام بها الإيطاليون ربما لم تأخذ حيز الاهتمام كما أخذت الموسيقى. مثل ماذا؟ هناك مثلا حالات كثيرة من المتطوعين في كل المجالات، تضامن حقيقي. ربما الموسيقى هي الشيء الظاهر، لكن الحقيقة التضامن الحقيقي والوحدة الحقيقية ظهرت بين الناس، بين مساعدات الناس لبعضها. هناك مساكن ومناطق معزولة، ربما هناك متطوعون يحاولون إيصال الغذاء للمسنين في هذه المدن، في هذه المساكن. هناك أبنية بشكل تطوعي وتلقائي ربما غير منظم يحاولون إيصال ما يحتاجه المسنين من أدوية، لأنهم لا يستطيعون الخروج، لأنه طبعا الأكثر عرضة والأكثر خطرا في هذه الحالة. طبعا هذا إضافة إلى حس بالمسؤولية عالي جدا. فهناك طبعا في البداية كان هناك استهتار، لا أخفي هذا الموضوع. هذا ربما ما أدى إلى تفشي العدوى في الشمال خاصة، لكن اليوم هناك حالة من الوعي والإدراك، لأن ليس هناك حل آخر سوى الالتزام في البيوت. صحيح، نأمل أن هذه الرسالة توصل أيضا لعالمنا العربي، لبعض الدول التي أيضا ما زالت تتعامل مع كورونا كحالة يعني رشح عادي أو كحالة عرضية يعني ممكن أن يتم الشفاء منها. طبعا هو يتم الشفاء منه، يعني نشاهد لعدد كبير من الشفاء، ولكن الكارثة أو النموذج الذي قدمته إيطاليا هو في مسألة انهيار النظام الطبي بشكل أساسي. شكرا جزيلا لك. تفضل. لا بدك تقول شيء. الخبرة الإيطالية ربما هي مفيدة للكل، مفيدة للجميع. الفرق بسيط بين الاستهتار وتحمل المسؤولية. واجبي أنا تجاه الآخرين هو أن أجلس في بيتي اليوم، وهذا ما يفعله الإيطاليون. تماما، شكرا جزيلا لك زميلنا نعمان طرشة الصحافي السوري المقيم في روما.
كنت معنا من هناك. مشاهدينا الآن نذهب إلى المشهد أونلاين. سنتحدث كثيرا كيف برع الصينيون في تطويع التكنولوجيا لهدف مكافحة كورونا، كيف استخدموا علم الداتا ليطوقوا الفيروس، ينبهوا الناس، يحصوا أعداد المصابين وأماكنهم، وحتى لمعرفة العوارض وتشخيصها عن بعد. إنما ما سنطرحه الآن ليس كيف فعله الصينيون، لأننا تحدثنا سابقا عن ذلك. سنسأل هل هذا النموذج قابل للاستنساخ في دول أخرى من العالم؟ هذا ما سنسأله لضيفنا أستاذ ربيع بعلبكي، رئيس جمعية المعلوماتيين المحترفين في لبنان، كمان عبر سكايب يوم كل الضيوف عن بعد. أهلا وسهلا فيك أستاذ ربيع. نحن نشجع على التزام منازل، وشكرا للتكنولوجيا التي سهلت لنا التواصل. فعلا التكنولوجيا سهلت الكثير من الأمور للصينيين، خصوصا مسألة يعني معرفة أين تقع الإصابات، كيف يمكن حد من تلك الإصابات، إجبار الناس على التزام الحجر الصحي. هذه التكنولوجيا التي استخدمتها الصين هل سهل أن تكون بمتناول دول عالم أخرى؟ طبعا التكنولوجيا استخدمت بالصين، إذا بدنا ندقق نحن بالتطور التكنولوجي في فرق كبير بين الصين وبين غير دول. يمكن مع أوروبا يمشي الحال، كونه هي اعتمدت بشكل رئيسي على الكاميرات اللي موجودة لأكثر من 200 مليون كاميرا موزعة على الأراضي الصينية. كيف اعتمدت هذا الموضوع؟ اعتمدته بطريقة الشيء نحن نسميه داتا فيوجن، ومع الارتفيشال انتليجنس والبيج داتا. يعني بالتالي اللي تم بكل بساطة انه صارت الكاميرات اللي مجهزه تيرمينال كاميرز او سكانر بتشوف من حراره جسم الانسان وتتعقبه لوقت من الزمن. وخاصه ما ننسى انه نحن عم نحكي عن بلد مدخل وحيد على المترو، يوميا حوالي 50,000 شخص بيفوت من 1,000 مدخل واحد. يعني ما معقول يضل ماسكين جهاز وعم يفحصوا الحراره بطريقه يدويه. فمن هون استخدموا التكنولوجيا اللي بتعتمد على الكاميرات او السكانر الحراريه، وهيدي الكاميرات هي بالتالي اللي بتاكد اذا هالشخص له اي دي بيتعقبوه. الشيء الحلو انه بيقدر يبعثوا له اس ام اس وبيقولوا انه انت مصاب، رجع على البيت. اذا عنده حجر صحي ما بيخلوه يظهر. ووصل ببعض الفيديو كليب اذا شفته على اليوتيوب، فرجوا على الدرون عم تلاحق الناس بتقول له وقف تدخين، حط الكمامه، ادخل على البيت. شفناها وعرضناها ايضا في المشهديه. نعم. كيف استخدموا درونز، كيف استخدموا الروبوتس. صحيح. كمان بالطرقات. صحيح. بس هيدي التقنيه، يعني مساله الكاميرات كانت موجوده في القطارات الصينيه لمراقبه. نعم. للمراقبه. صحيح. يعني هدفها امني، بس تحولت فيما بعد إلى هدف صحي. إذن الصين مجهزة فيها بنى تحتية لذلك، استطاعت تطويع هذه البنى التحتية. إنما هذا يبين أنه صعب تنتقل لدول أخرى في العالم. بلبنان ما في عنا هذا الشيء. مش بس يعني بلبنان، عم بحكي بأوروبا حتى. مثلا في لبنان المنطقة الوحيدة اللي مجهزة بكاميرات مثلا هو داون تاون. وسط بيروت. بس وسط بيروت هو اللي مجهز. وبتعرفوا وقت صار احد العمليات الاغتيال اكتشفوا انهم معطلين، وبعدين عملوا لهم مناقصه جديده وركبوا كاميرات تشتغل. بس حتى الدول المتقدمه يعني الدول الاوروبيه في اوروبا كلها موجوده، موجوده هذه الكاميرات. طب بالامكان ان تحول، يعني تؤخذ هذه التقنيه الصينيه ويتم استخدامها لتطويق كورونا باوروبا؟ نعم باوروبا طبعا. طبعا لانه اوروبا مجهزه بكاميرات بكل المناطق وعندهم شبكه فايبر اوبتيك متطوره جدا. أهو. ومطلعه على غرف عمليات، وبكل بساطه بتقدر انه تتزود بكاميرا حراريه تنقل الداتا. مش بس هيك، بتقدر تعمل ماتشنج بين الفيس ريكوجنيشن، يعني يعرفوا من هو الشخص هيدا حتى يحددوا هويته، بيقدر يتواصلوا معه على موبايله، لانه كلها في عندنا يونيفايد اي دي، في عندنا حكومه الكترونيه او حوكمه الكترونيه صرنا سنين بندعي فيها كثير ببلدنا. نعم. طب هذه التقنيه استخدام الداتا وكل ذلك مكلفه؟ طبعا طبعا استاذ ربيع. طبعا البيج داتا مثل ما ذكرنا قبل على من خلالكم،
هي من اهم التكنولوجيا بالثوره الصناعيه الرابعه، او تكون العنصر الاول، لانه لا الارتفيشال انتليجنس ولا الديب ليرنينج ولا الليرنينج ماشين ولا النيورو برين بيشتغل بدون بيج داتا. كله يعتمد، الذكاء الاصطناعي يعتمد على البيج داتا، ونحن البيج داتا عندنا مع الاسف لهلا ما عندنا امن قومي للداتا في لبنان. يعني كل جهه امنيه عندها الداتا الخاصه فيها، فكيف بدي نعمل داتا فيوجن اذا ما عندي لا بطاقه موحده رقميه، ما عندي كاميرات موزعه على الاقل في الاماكن العامه والشوارع لاعرف ان السيارات خالفت، هذا الفان طلع ما مش مسموح له يطلع، هذا عم بيستخدم فان وهو مش مسموح له يستخدم للنقل العمومي اللي هو هذا اللي بيعرض تفشي مرض الكورونا. فهونيك لا، عم بيترصدوا للشخص اذا كسر الحجز الصحي تاعه وكان هو مصاب او مشكوك بانه اصابته، بيقدر يبعثوا له SMS، بيقدروا يعاقبوه قانونيا لانه الشبكه متواصله كلها مع بعضها، ونحن مع الاسف نفتقر الى هذه الشبكه، كهرباء بعد ما في، وانت بتعرف هذا الشيء، فكيف اذا نحكي بشيء بالانترنت؟ صرنا اربع ايام عم نحاول لحتى يصير التعليم اونلاين حتى اولادنا ما يخسروا عامهم الدراسي. تماما. شكرا جزيلا لك استاذ ربيع بعلبكي، رئيس جمعيه المعلوماتيين المحترفين في لبنان، عن دمامك لنا في هذه المشهدية التي نحرص على التزام الحجر الصحي المنزلي لكل الضيوف فيها مشاهدينا. لذا ستشاهدون كثير من ضيوفنا مش بالاستوديو، سيكونون عبر الأقمار الصناعية والأغلب عبر سكايب، لأنه أيضا عبر الأقمار سيكون بحاجة إلى خروجهم من المنزل وكل ذلك. إذن التزموا بيوتكم في هذا الوقت، التزموا بيوتكم في هذا الوقت الصعب فعلا الذي يمر به العالم، وكونوا بسلام. شكرا لمتابعتكم للمشهدية، وإلى اللقاء.